نحكي عن المسيح كابن الله. بدي أطرح طرح هنا بس كبداية. الإعلان عن ابن الله هذا بيحكي لنا إعلان عن علاقة حميمة جميلة جدا جدا بين الآب والابن ضمن الإله الواحد. هناك علاقة. ورجوعا للي حكيناه بالحلقة السابقة، ببساطة إنه وجود أي صفة تعني علاقة. ببساطة يعني إذا فيش صفة فيش علاقة، فيش علاقة ما فيش صفة. لما نقول محبة معناته في محب وفي محبوب. في محبوب. وهنا بياخذنا الموضوع لفكرة الثالوث اللي ذكرت عنه. أنا بتذكر إنه حكيت عن الوحدانية الجامعة المانعة، وتكلمت عن الوحدانية المطلقة، وإنه كيف منفسر يعني هاي الوحدانية هي بتخلي الإنسان تكون عنده فهم عن الإله، كيف تفسيره لهذا الإله. مزبوط. بالوحدانية المطلقة ما في علاقة في الذات الإلهي، ما فيش محب ومحبوب. لذلك بالأخير طبعا هون عم نستنتج الزبدة الأخيرة، بالأخير بيطلع صفاته نابعة من مشيئة مطلقة ومن وقدرة لتتميم هاي المشيئة. عنده مشيئة ولازم تتم بالقوة، بس مش نابعة من علاقة حب، نابعة من مشيئة قوية وقدرة لتتميمها.